ويا صباح الإيجابية وكل شيء جميل علينا وعليكم يا رب. اليوم خلينا نجرب مع بعض مشروب لمحبين اللي هو الشيء الحالي في القهوة. تمام، بإمكانك تستخدم أي نوع من أنواع القهوة المختصة، تمام، مع الحليب المكثف أي نوع برضه ما تفرق، أهم شيء حليب مكثف. راح نستخدم كوب معياري، أهم شيء أن مشروبنا كامل اللي هو 60 ملي فقط. تمام، والآن نشوف مع بعض إن شاء الله الخطوات، وعليكم بالعافية وإن شاء الله تجربة جميلة بالنسبة لكم. صباح الخير. في كل مرة أمسك فيها القلم لأكتب عنك تهرب الكلمات مني، بعضها يطير باتجاه السماء وبعضها يسقط باتجاه الأرض، وأنا بالكاد ألتقط القليل منها لأكون جملة واحدة لك تخبرك عن حب الشقي. إني أرتدي حبك كل ليلة وأتباهى به وأشعر بأن هذا الرداء يناسب جسدي تماما، ولكن من منا يستطيع أن يمسك بوعيه أمام شخص شاهق مثلك؟ إني أكتب والحب يسقط من عيني، بل أكتب وهو ينزلق على الورق ليجمع لك هذه الكلمات المبادرة، وأثق تماما بأن الجميع سيقرأ هذا الحب لامسا اسمك الساقط بين هذه السطور. أنا لن أكف عن مناداتك يا عزيزي أبدا، وستجدني أناديك دوما بأسماء الحب، فقد أعطيت نفسي صلاحية لكي أكتب عنك باسم التملك، لأن حبا مثل حبك لا يمكن أن يترجم إلا بهذه الطريقة.